ما فيش هو مره بس اسد كان في مرحله البلو، سن البلو، اسمه علوشي، كان في العرض في السيرك القومي. هو طبعا هو بيحب في اسد، في نمر بنت اسمها لوبا، هو بيحبها جدا يعني. بص ده اسد ودي نمر، بس هو بيحبها جدا. المفروض طبعا قبل العرض هما ما بيقربوش من بعض، عشان هو بيحبها، لما بيقرب منها بيبتدي يقلب كده ويتعصب ومش عارف ايه يعني، بيبقى عايز ما حدش يجي جنبها. فطبعا انا ما بدخلوش قبل العرض جنبها، ما بيشوفهاش قوي يعني، هو يخش بيشوفها في العرض بس، بيبقى جنبها، حتى قاعد جنبها في العرض في القفص، بس ما بيش جنبها على طول يعني. فالصبح التيم عندي طبعا حد من التيم نسي وقربهم من بعض، فقلب، فدخل عليا هاي كده قالب، وهو في مرحله البلوغ، سن البلوغ، فشايف نفسه كده. فقالوا لي ده علوشي قلب ومش عارف ايه يا كابتن، خلاص سيبوه تمام. جه بقى في نص العرض، هو المفروض هينزل هيرفع ايده لحي الجمهور، وهي هتنزل كمان ترفع ايدها لحي الجمهور. فهو عارف، هم اذكياء جدا طبعا، فهو عارف اللي هي هتنزل معاه في التريك ده، فما كانش عايز ينزل الاول. لما قلت له انزل واجبرته اللي هو نزل راح جنبها، وده غلط يعني. انا عندي القفص اصلا المانيش في التدريب الحيوانات خطوات يعني، مش كل حته في قفص يقدر يمشي فيها. وانا نفس الحكايه، انا ببقى عامل له ريد لاين، وهو انا ببقى عامل لنفسي ريد لاين. انا لو تعديت الريد لاين ده ممكن اتعور، او ممكن العرض يبوظ، او ما يعملش الحركه صح، فنزل اللي راح جنبها. طب ارجع مكانك، مش عايز يرجع. طب تعالى عشان نعمل الحركه، مش عايز. وابتدى يجري عليا يهجم. الحمد لله يعني عرفت الم الموقف ورجعته مكانه وكملت العرض، وخليته فعلا نط من فوق ظهري بالعكس. كان طبعا السيرك كله وقف لي،